جزيل الشكر للأخ نايف العصلب على هذه الدعوة الكريمة، وهذه الدعوة ما هي غريبة عليه، مثل هذه الدعوات اللي حقيقة يعني جمعتنا بكثير من الأصدقاء والأخوان والربع هنا في هذه المنطقة، في منطقة الجهراء. ومنذ أتينا وهذه المناسبات مستمرة كل يوم في ديوان وفي محل عند النشامى وعند أبناء الشعب الكويتي حقيقة، اللي معودين على مثل هذه المكارم ومثل هذه العزائم والولائم اليومية اللي نلتقي فيها مع الأحبة. من هذا الموقع حقيقة أتمنى عودة جميع المهجرين في الخارج في القريب العاجل، وهذا الأمر حقيقة وهذه الفرحة لن تكتمل إلا بعودة الجميع بهذا العفو الكريم الخاص اللي صدر من صاحب السمو نواف العفو. وحقيقة يعني الفرحة لن تكتمل إلا بعودة كل أبناء الشعب الكويتي، فلذلك احنا نطلب حقيقة أن يستمر اجتماع اللجان المعنية بهذا الأمر حتى يعود أبناء الشعب الكويتي المهجرين في الخارج في القريب العاجل. مرة أخرى كل الشكر أيضا للأخوان الإعلاميين اللي معنا في كل مكان وفي كل ديوان يغطون مثل هذه الاحتفالات، وهذا جهد أيضا يسجل للأخوان الإعلاميين المتواصلين معنا بإذن الله.